نص كلمة بقلم أحمد رجب. المستشفى الخاص لا تختلف عن المستشفى المجاني إلا في تحصيل الفلوس، وقد حدثت ضجة عند مدخل المستشفى تبين أن المريض الذي دفع له أهله جانبا من ثمن الإقامة رفض الدخول ثم هرب في تاكسي واختفى عند أحد أقاربه 19 يوما حتى شفي، وبذلك نجا من دخول المستشفى الخاص. أحمد رجب.